السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومكم كله سعاده وهنا ورضا من الرحمن، اللهم امين. ست الحبايب يا اغلى حبيبه في الدنيا، دايما منوريني ودايما معايا، وعيله ست الحبايب ما شاء الله في ازدياد وعماله تكبر اكتر واكتر واكتر. وعشان تكبر معانا اكتر واكتر، عايزين اي حد نعرفه لسه ما نزلش القناه نقول لهم التردد وينزلوا القناه عندهم على الريسيفر. احنا برنامج ست الحبايب على قناه هي يوميا من السبت للخميس الساعة 12 بالظبط، تردد القناة 11785. قولي لأي حد لسه ما نزلش القناة قولي لهم التردد، خليهم ينزلوها عشان عيلة ست الحبايب تكتر تكبر أكتر وأكتر إن شاء الله. مش بس كده، ده احنا كمان بيبقى في اللايف بتاعنا شغال على الشاشة من أول ما بنبدأ الحلقة على الفيسبوك، على صفحة قناة هي الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، اسمها قناة هي بالعربي وجنبها هي تي في بالإنجليزي. ادخلوا على اللايف على الفيسبوك وتابعوا معايا يلا الحلقة بتاعتنا النهاردة. النهاردة بقى حان وقت السبانخ. أول ما تظهر في السوق السبانخ أم روس حمراء، وخليكم فاكرين الكلمة دي كويس قوي، أم روس حمراء يعني البلدي الشتوي الجميلة، على طول اشتغلي بيها وانت مغمضة. طب أنا عايزة أخزن، برضو صدفتك أو لقيتي السبانخ أم روس حمراء هي دي أنسب سبانخ للتخزين، لا بتسود ولا فايدتها بتقل وطعمها بيبقى مسكر وزي العسل. دي اللي هنعملها النهاردة مع بعض. غدوتنا النهاردة كده غدوة من إيدين ست الحبايب، الغدوة الشتوي الجميلة اللي تربينا عليها. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله السبانخ، وهنعرف إزاي أعمل أطبخ السبانخ من غير فايدتها ومن غير نسبة الحديد اللي فيها ما تقل ولا تضيع. وده المهم، أنا مش مجرد هاكل ورقيات ولا هاكل ورق أخضر وبس، لا، السبانخ لازم نستفيد بكمية الحديد والفيتامينات اللي ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حطها جوه السبانخ. طب ليها طريقة معينة عشان أفضل محتفظة بالفيتامينات والحديد؟ ده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض إن شاء الله. ويلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. عندنا سبانخ مثلا أنا هشتغل على 3 كيلو علشان بس تبقوا محددين الكمية بالظبط، 3 كيلو سبانخ، وعندي لحمة مسلوقة بقى نص كيلو كيلو براحتك خالص، وعندنا كمان معلقتين كبار رز ل3 كيلو سبانخ، وشوربة اللحمة اللي سلقنا فيها اللحمة، عندي بصلاية طبعا فرموها بالسكينة عشان التقلية، وعندي كمان توم مفروم، هي معلقة كبيرة توم هنقسمها على 2، وهنعرف هنقسمها ليه وهحط نص فين ونص فين، يعني معلقة التوم هتتقسم على نصين. وهتاخد كمان ال3 كيلو سبانخ هياخدوا ربطة شبت وربطة كزبرة، في ناس بتحط كزبرة بس الشبت غير انه بيديها شمخة كده حلوة كمان بيزود قيمتها الغذائية جدا جدا، فبنحط ربطة شبت وربطة كزبرة على 3 كيلو سبانخ. عصير طماطم وطبعا معلقة صلصة عشان تخلي الطماطم بتاعتنا كده لونها حلو كده، وملح وفلفل وبهارات ست الحبايب اللي بنركبها دايما مع بعض، ورشة سكر وكمان معلقة سمنة اللي هي بتاعت التسبيكة بتاعتنا. للطشة بقى هنعملها طشة حلوة قوي، ثوم مفروم وسمنة وكزبرة ناشفة. بعد كده هيبقى عندنا بقى ان شاء الله تخزين كمان السبانخ، سألتوني عليها كتير فقلت احنا نعمل حلقة سبانخ كاملة متكاملة، نعمل السبانخ بتاعتنا بالطشة الحلوة اللي ريحتها تبقى جايبة اخر الدنيا، وكمان نخزن السبانخ. اللايف بتاعنا اخباره ايه يا جماعة عشان نكلم حبايبنا على اللايف؟ حد يقول لي كده؟ يلا يلا بينا بقى نبدأ اول خطوة. اللايف بتاعنا يا جماعة شغال، ادخلوا على اللايف على صفحة قناة هي على الفيسبوك يلا علشان هنبتدي الاسئلة الحلوة. وخليكم فاكرين المسابقة بتاعتنا طول الاسبوع، هنشوف مين اكتر حد متفاعل جدا جدا معانا على الصفحة وعلى اللايف، هنختار حد منهم عشوائي بقى كده، ده بقى بالحظ كده ان شاء الله، علشان يشرفني ان شاء الله في حلقة الخميس ويقدم كده فقرة الطبخ معايا. فعايزاكم بقى يلا كده صبحوا عليا وقولوا لي سلامتك، مش انا عيانة وطبعا غبت عنكم بقالي يومين بجد وحشتوني جدا يعني، فيلا ابعتوا لي بقى دلوقتي كده على طول نشوف مين اكتر حد متفاعل معانا على اللايف. هنبدا الاول بسم الله، هنحط معلقه سمنه والبصلايه اللي فرمينها بالسكينه. استاذ حسين اهلا وسهلا.
مليون سلامه لحضرتك. الله يسلمك. ازيك يا استاذ حسين؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ صباح السعاده والسكر الزياده يا سيدي. الله يخليك، صباحك كله هنا يا رب. الله يكرمك. الله يخليك. الف سلامه على حضرتك والله، ويعني حضرتك منورين والله. الله يخليك. حلقتك الحلوه والجميله، وتسلم ايديك المقدمه على الحلقه الحلوه النهارده من السبانخ. سبانخ بقى ايه، محتاجين كده شويه فيتامينات وحديد بقى وخضار الشتاء الجميل بقى يا استاذ حسين. الله يبارك لك في كل والله. الله يخليك، نورتني. كل حاجه جميله من حضرتك والله. الله يخليك، وتحياتي لكل اللي عندك يا رب. شكرا يا استاذ حسين، شكرا. انا حطيت دلوقتي معلقه سمنه تسيح بس كده وتسخن. تمام، لسه بس الحله ما سخنتش كويس، وهننزل بعد كده بالبصله. وزي ما قلت لكم انا عندي معلقه ثوم، هناخد نصها في الاول والنص الثاني هنعمل له طشه حلوه في الاخر خالص بعد ما نخلص سبانخ، زي طشه الملوخيه كده. ودوقي طعم السبانخ الجميل بعد الطشه وبعد بقى ايه الحركات الحلوه اللي هنعملها في السبانخ دي دلوقتي. ادي كده معلقه السمنه ساحت، هننزل ببصله. بسم الله، بصله مفرومه كده. يا ام جنات اهلا وسهلا. ازيك يا شفاء؟ ازيك يا ام جنات، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ السلام على حضرتك. الله يسلمك وما تحرمش منك يا قلبي ابدا، تعيشي. وحشتينا والله اليومين اللي غبتيه. والله وانتوا جدا يا حبيبتي، ومش راضيه اغيب اكتر من كده، يعني قلت لا نيجي بقى كده مع بعض لان انتوا فعلا وحشتوني. الله يخليك يا شفاء. حضرتك عايزين حلقه للكرنب من الالف للياء زي القرنبيط. للكرنب؟ اه. عينيا بس اصبري عليه شويه عشان يبقى مسكر في الاكل، اصبري عليه شويه ما تستعجليش. انا لسه ما جبتهوش اصلا. لا استني شويه بقى، ما تجيبيهوش الفتره دي، اصبري. هو ابتدى كده ايه الحلاوه بتاعت الشتاء تدخل عليه، بس اصبري عليه شويه. ماشي يا شيف، شكرا لحضرتك. نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. كده يا جماعه حطينا السمنه والبصله، متفقين مع بعض البصله مش هنخليها تاخد لون غامق عشان تفضل ريحتها كده الحلوه فيها زي ما هي. كل اللي هنعمله بس البياض بتاعها كده ايه، نكسره كده سيكه يعني زي ما هنشوف كده دلوقتي. تقليبه. بسم الله. في اي كومنتات على اللايف يا جماعه؟ حبايبي كل اللي على اللايف وبيقولوا لي الف سلامه، الله يسلمكم يا رب، ما تحرمش منكم، تسلموا لي جميعا. استاذة فتحية اهلا وسهلا. صباح العسل. صباح النور. صباح الهنا والسعادة يا قلبي. الف 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 مليون سلامة على اختي وحبيبتي. يا حبيبتي الله يخليكي وما تحرمش منك يا رب ابدا. الف سلامة عليك. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي يا طوحة، ما تحرمش منك يا قلبي. تسلميلي يا حبيبة قلبي، تسلميلي. بصوا يا جماعة، هجيب طبق هحط فيه معلقتين الرز. احنا اتفقنا بقى دلوقتي احنا شغالين على قد ايه؟ على 3 كيلو سبانخ، هياخدوا كده معلقتين رز. انا عايزاكم بقى على اللايف، اول سؤال ليكم بقى دلوقتي بيفرض نفسه، اكتبوا لي دلوقتي على اللايف وقولوا لي بتحبوا تعملوا السبانخ بايه؟ ليها كذا حاجه غير الرز، يلا قولوا لي بقى افكاركم الحلوه كده، او ست الحبايب كانت بتعمل السبانخ بايه؟ وهتشوفوا دلوقتي قد ايه في حاجات كتير غير الرز. الناس اللي فاكره ان السبانخ تعملش غير برز بس، لا في حاجات كتير قوي بتتعمل فيها، هنعرف من حبايبنا دلوقتي على اللايف. بصوا بقى البصلايه ابتدت ايه داخله في صفار كده اهي، يعني ما بقاش فيها اللون الابيض بتاعها، ابتدت كده تصفر معانا في المرحله دي. حاضر، ادي التوم اللي معانا، معلقه التوم اللي معانا هناخد نصها بس كده دلوقتي مع البصله، والنص التاني لسه معانا بس مش دلوقتي، في الاخر خالص. ماشي، وبعدين هشوح البصله والثوم لغايه ما الاقي ريحه الثوم والبصله طلعت كده جميله. تقولي الله ريحه الثوم طالعه حلوه قوي. يا ام بلال. الو. اهلا وسهلا، ازيك يا ام بلال؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ اهلا يا شفهان، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبه قلبي؟ الف سلامه عليك يا شفهان. الله يسلمك، ما تحرمش منك. من اسوان، معاك ام بلال من اسوان. يا حبيبه قلبي، اهل اسوان اهل الكرم والطيبه كلهم والله. حبيبتي نورتيني، سلميلي على كل اللي عندك يا ام بلال. بصوا بقى كده ايه الريحه اهي ابتدت تطلع، ريحه التومه مع البصله تحفه ما شاء الله. ويا سلام بقى لو السمنة دي سمنة بلدي. قولي لي مين؟ والله طيب أول حد قال أهو ممكن حمص طبيق، إسراء قالت حمص طبيق، ماشي. إيه تاني على اللايف؟ أنا مش سامعاكي.
ام حازم على اللايف بتقول بتتعمل بالفريك. مين؟ دينا كمان كاتبه على اللايف بتقول بيتعمل برضو بلسان العصفور. برافو عليكي. مين تاني؟ بس لسان العصفور لازم يتحمر الاول زي ما بتعمليه في الشوربه. لسان العصفور يتحمر الاول يا جماعه عشان تحضرني واقع دلوقتي المنة، بس انا مش عايزه اسيح لها دلوقتي، يعني اسيح لك يا منة. منة سامعاني؟ اقولها مش فاكره شوربه الخضار اللي حولتيها بكريمه. اقعد. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، ان الله حليم ستار. خلاص يا جماعه مش هقول لكم هي عملت ايه. بصوا بعد كده البصله والثومه مع السمنه ونقلبهم كده في قلب بعض، واول ما ريحتهم تطلع ننزل بمعلقه الصلصه نشوحها كده معاهم. بتدي بقى هنا ريحه وطعم في منتهى الجمال اهو. والصلصه دي لو انت مش عاملاها في البيت جايباها جاهزه، الحركه دي
سمعتوا الصوت؟ بس يا ستي ونطفي هنا وهنا النار واروح مغطيه على الحله بالطشه كده عشان ريحه الطشه تفضل جواها، غير الملوخيه لو عملها الحله الحركه دي في الملوخيه هتسقط منك، حركه الطشه دي بنعملها في السبانخ بس، واكتمها كده شويه قبل مغرفها. اطلعوا بقى فاصل على الريحه الحلوه دي وارجعوا لي نغرف السبانخ، ولازم اجوعكم النهارده. فاصل قصير بس هو قناه نظبط بس السفره بتاعتنا كده عشان نغرف بقى ايه احلى شويه سبانخ ونقدمها والف هنا وشفا. تعالوا نشوف شكلها بعد الطشه. بسم الله لسه بتغلي مع ان احنا طافيين النار من بدري بفعل الحله وانها على نفس عين البوتاجاز السخنه. بصوا الجمال اهي، شوفوا حلويات السبانخ النهارده يا جماعه، الف هنا وشفا ليكم جميعا. ريحتها دمار شامل، ريحتها اول ما بتفتحي الحله كده عسل. يلا بينا نغرف بقى. بسم الله اعملوها بالطريقه دي وهتفضلي تعملي فيها طول الشتاء بنفس الطريقه دي من جمالها. بصوا نفسي تشموا الريحه. طب ونفسي ليه؟ ما هو اللي هيعملها في البيت هيشم بقى الريحه بتاعتها عامله ازاي. عارفين كده ريحة الدفى يعني تحسي كده ايه؟ اه هو كده بقى فعلا الشتاء دخل. ألف هنا وشفا ليكم. سهلة يا جماعة وبسيطة جدا، ويا ريت يا أستاذ أحمد لو ننزل مقاديرها تاني بعد إذنك. ننزل المقادير تاني. حطوا بقى اللحمة كده. شوفوا الجمال وما شاء الله شوية السبانخ اللي عملناهم شايفين مليين طبق قد إيه والحلة لسه مليانة. تبارك الله عليها. المقادير اهي قدامكم يا جماعه على الشاشه. يلا بينا. بسم الله شوفوا الجمال بقى، ادي طبق السبانخ النهارده اللهم بارك. هنشيل بس الطبق يا استاذ احمد بقى نحطه في النص كده. يلا بينا، يلا على مهلك على مهلك على مهلك. يلا المقادير اهي يا جماعه زي ما طلبتوا دايما في اخر الوصفه نرجع ننزل لكم المقادير تاني. اهي قدامكم اهي شايفين جمالها. ماشي يلا بينا. امسح بس مسحه كده بسيطه خالص مطرح مغرفنا بس كده عشان ايه اهم من الشغل ظبط الشغل. ناخد بقى الطبق الحلو ده. بسم الله بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا النهارده عملنا السبانخ مع بعض، طبخناها مع بعض وكمان فرزناها وقدمناها جنب رز بشعريه وشوربه بقى لسان عصفور على شوربه اللحمه، واحلى غدوه النهارده وبتنجان مخلل والعيش كمان معاها. وعيشوا بقى النهارده وكمان فرزي تقعد عندك بالطريقه اللي عملناها دي من السنه للسنه، والف هنا وشفاء لكل حبايبنا. فقره الطبخ خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقره مهمه جدا وبحبها جدا جدا. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا اكل الشتاء مش بس السبانخ اللي احنا عاملينها النهارده، اكل الشتاء كله اكل دسم واكل تقيل علشان يدي الجسم كده دفى ويديله كده حراره ونقدر نتحرك في الجو الساقع ده. طيب ده كده بالنسبه للاكل. طب ما هو الاكل التقيل ده بيقعد بقى يتخزن، محتاج الجسم يفضل يحرق طول اليوم 24 ساعه، الجسم يفضل يحرق علشان يعني عارفين اللي هو يبقى قصاد كده الاكل التقيل الدسم ده. طب اعمل ايه؟ ده انا واحده من الناس لو شفت كده طبق السبانخ ده قدامي بتخن. طب لما اقوم بيه كله بقى ايه اللي هيحصل معايا؟ انا محتاجه الحرق يعلى جدا جدا في جسمي طول الشتاء يا جماعه، احنا محتاجين الحرق يبقى عالي قوي في الجسم. طب اعمل ده ازاي؟ وفي المقابل اكل من غير ما اتحرم من اكل الشتاء الجميل ازاي؟ كلام كتير واسئله كتير وكلها مهمه جدا وكلها بتفيدنا وكلها بتخليكي تعيشي صح، وفي نفس الوقت لا السمنه تبقى بوابه امراض ولا لا قدر الله تعيي ولا شكلك يتغير ولا سنك يبقى سن يديكي شكل اكبر من سنك. كل ده في حاجه بسيطه جدا وامنه جدا جدا هنعرفها النهارده من حبيبه قلبي الأمراية بنتي الحلوه كده اللي بستمتع جدا جدا بالكلام معاها دايما ودايما بتجيب لنا العروض بتاعتها في الجون بالظبط. خبيره التغذيه ريم غانم، ازيك يا ريم؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ تسلم ايدك على الاكل القمر، شايفه السبانخ بتضرب نار. تسلم ايدك. ويقولوا لك بقى بطلي تاكليها. لا انا عايزه اكلها يا شيفاله وهاكلها بعض الهوا يا شيفاله. ماشي، حلو قوي. ريم انتوا عارفين معايا من زمان، ريم زي ما انتم شايفين ما شاء الله عضها الجميل ده وشكلها الجميل، ومع ذلك بتاكل كل حاجه. بعد الحلقه لازم تدوق من كل حاجه عادي جدا. وفي حاجات كانت مره مخبيها شاكره، كان ايه؟ كانت مخبيه طبق بتاعت هنا بقى لي بعد ما خلص ضم حقي، كان الرز الريزو. ايوه صح، عشان تعرفي دي فاكره. لا احنا بناكل كل حاجه، والنهارده ده المميز عندنا يا جماعه، احنا بناكل كل حاجه بنعملها في البيت بدون قيود وبدون حرمان، لان انا جايبه لك بوكس النهارده اسمه الحوارق. مش بس هو اسمه الحوارق، لا هو فيه اكتر من خمس حاجات بتشتغلي على الحرق في الجسم. طيب الكورس بتاع النهارده تحديدا مختلف تماما يا شفاله. انا النهارده جايبه 3 شهور منهم شهر كامل حوارق. تمام. يعني انا هشتغل على الحرق دهون الجسم طول فترة الشتاء من غير ما ازيد في الوزن، بل بالعكس وانا بنزل في الوزن. طيب نشرح الكورس للناس ونشرح الهدايا والخصم لان الموضوع النهاردة كبير. حلو قوي. بصي احنا الكورس بتاعنا النهاردة الاساسي كبسولات ونقط واعشاب. ادي اول حوارق معايا، نقط واعشاب بمثابة ساعتين رياضة في اليوم، ومعانا الكبسولات اللي بتعمل 5 حاجات اهم من بعض. اولهم اني باكل سبانخ واللي انا نفسي فيه كله حتى لو حلويات من غير قيود ومن غير ما اعمل رجيم، وفي نفس الوقت بنزل في الاسبوع من 3 ل 6 كيلو. يعني سد الشهيه اصعب معادله انت بتحققيها معانا النهارده. شفتي؟ من 3 ل 6 كيلو كل اسبوع مضمونين. سد شهيه اول حاجه. تاني حاجه معايا الكبسوله بتعملها ان في عندي مشكله ثبات وزن، هي بتكسر لي ثبات الوزن ده من اول اسبوع استخدام. يعني انا لو عندي ثبات وزن من استخدام دايت كتير او منتجات ملهاش اساس من الصحه، الكبسوله بتكسره لي. طيب تالت حاجه بتعملها لي الكبسوله اماكن تمركز الدهون العنيده، بطن، ارضيه، في اجناب مزدوجه، اي مكان تمركز دهون. بتبتدي تنزل فورا بتقنيه البي بي سي تكسرها لي تماما وتنحتها لي وتغير لي شكلها. حلو جدا. رابع حاجه بتعملها معايا الكبسوله، عندي نقص فيتامين، هرفع نقص الفيتامين وهظبط لك اي نقص فيتامين في الجسم. طيب خلصت تخسيس ونزلت في الوزن في الشهر 18 كيلو اللي هو كبسولات ونقط واعشاب، هبقى محتاجه اثبت وزني. الكبسوله بعد نزول الوزن بتثبت الوزن تلقائي. يبقى احنا معانا كبسوله ماجيك بتعمل 5 حاجات سحريه يا شيفاله، هي عارفه هي بتعمل ايه. كبسوله بتقنيات عاليه جدا واقوى كبسوله حصلت على مر ال5 سنين اللي فاتوا. حلو قوي ما شاء الله. شفتي؟ واول مره تنزلي بيها يا ريم معانا. هي جديده ومميزه، جربناها شهرين فاتوا والنهارده انا طالعه لك بيها علشان خاطر انا بحب الناس بتاعتك وعايزاها تستفيد بالكبسوله بتاعت النهارده. حلو. طيب الكورس اللي معانا النهارده كبسولات ونقط واعشاب بس؟ لا، دول اول حاجه معانا 18 كيلو وزن هننزله. دول خصمهم 60%. وعليهم تاني كبسولات ونقط واعشاب، ادي ده شهر كمان ب 18 كيلو كمان. خلاص؟ حلو قوي. يبقى شهرين. فين بقى بوكس الحوارق؟ انا جايبه لك النهارده حقنتين للحرق، والنهارده كمان قهوه خضراء مجانا. يبقى انا معايا النهارده كام حاجه مجانا؟ معايا 6 حاجات مجانا، قهوه خضراء وحقنتين للحرق وكورس كامل علاجي مجانا، معانا 6 منتجات مجانا. طيب ال6 منتجات دول انا هاخد الكورس التاني هينزلني 18 كيلو، وهاخد حقنتين الحرق ومعاهم القهوه الخضراء اللي برضو مجانيين، هينزلوني كام كيلو؟ شهر كامل هينزلوني 8 كيلو.
عليت معدل الحرق بالحقن. حلوه قوي. شفتي؟ اه طبعا ده انت جامد. ثلاث شهور لا انا حاساه ده قنبله، ده مش حوارق. اه والله ده قنبله حوارق بقى. او قنبله حرق في الجسم. بالزبط. اللي هو يعني ريم كل هدفها يا جماعه ان هي تخلي الجسم على طول بيحرق. فانتوا مهما تاكلوا اكل الشتاء طبعا انتوا عارفين البطاطا بقى والذره ولسه الطبيخ الحلو بتاع الشتاء كله والحاجات دي كلها بالظبط كلها بتبقى دسمه جدا وعايزه اكل منها. وفي نفس الوقت احنا في الشتاء بناكل كويس جدا واكلاته دسمه جدا علشان نمد جسمنا بالطاقه ان احنا نبقى دافيانين مش بهالة. فانا النهارده بقول هتاكلي ده كله بس من غير قيود، بس انت هتاكلي 15%. طب ده معناه اني هعمل دايت؟ لا، انت هتاكلي الكبسوله اللي هتحدد لك الكميه اللي انت بتاكليها. نسبه ال 15% دي الكبسوله بتنزل في المعده تاخد حيز من فراغ المعده 85%، فاصبح ان انت الشهيه تسيطر عليها. في فتره الساعه اللي خدتي فيها الكبسوله قعدت معاكي 24 ساعه شهيتك مسدوده بنسبه 85%. ليه؟ الالياف الطبيعيه بتنزل في المعده تاخد لي حيز تملالي المعده 85%. فاصبح ال 15 دول والله لو قعدت قدام طبق السبانخ ده وانا متعوده اكله كامل هاكل منه نص رغيف وهيبقى عندي رضا نفسي وشبعانه وزي الفل. ايوه، اهم حاجه ان انا قايمه شبعانه. بالظبط. يعني اكتر حاجه هي بتتعب النفسيه جدا جدا وتخلينا نرجع في قرارنا على طول. بالظبط. ان انا اقوم من على الحاجه جعانه يعني طبعا. او تقننيني يعني مثلا تقولي لي معلقتين رز او ما تاكليش حلويات مثلا. لا انا عايز اكل لنفسي فيه. مش معنى ان انا تخينه يا جماعه ان انا احرم نفسي من كل حاجه. لا، انا النهارده هنزل جسمي من غير ما اتعرض لاي حرمان ومن غير ما العب رياضه واحمل على مفاصلي. انا عندي اي مشكله صحيه النهارده اقدر اخس بمنتهى السهوله وبوكس امن. ودي اهم حاجه. انا بديكي حاجه مرخصه وزاره الصحه المصريه بلس ان هي اعشاب طبيعيه والياف ملهاش اي اثار جانبيه. لو حد عنده اي مرض مزمن، ضغط، سكر، كوليسترول، مراله، اي مشكله صحيه، بياخد الكورس معانا النهارده مناسب معاه جدا وفي نفس الوقت بينزل في الوزن. لان في ناس بتقولك انا مشكله الحرق دي مش تخليني انزل في الوزن. لا، انا معاكي هنزلك 6 كيلو في الاسبوع. مؤكدين معاكي. فالكورس بتاع النهارده يضمن لك نزول 18 كيلو في الشهر. ده اول شهر معايا، تاني شهر 18 كيلو، تالت شهر 8 كيلو. طب انا الكميه كبيره عليا شوف حالها. وانا عايز انزل 18 كيلو بس، اقدر اخد البوكس واقسمه؟ اقدر اخد البوكس واقسمه مع شخصين كمان. يعني انا النهارده 3 شهور ممكن حد يبقى عايز ينزل 8 او 10 كيلو اديله بوكس الحوارق، ممكن حد يبقى عايز ينزل 18 كيلو اديله البوكس الاولاني، ممكن حد عايز ينزل 36 كيلو اديله كورس الشهرين اللي هو كورس وعليه كورس هديه. طيب الكلام ده بقى كله والهدايا الجميلة دي عايزين نستفيد بيها كلنا، يعني حتى لو هنقسمه مع حد برضو هنجيب نفس البوكس بوكس الحوارق النهاردة عشان نستفيد بالهدايا والخصومات الجميلة اللي موجودة معانا في عرض النهاردة. هنستفيد بيها ازاي واقدر يوصل لي مجانا لغاية البيت ازاي؟ عن طريق ارقام التليفونات اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، نفس الارقام يا جماعة لخدمة الواتساب. مش بس كده، ده كمان صفحة الفيسبوك موجودة اهي قدامكم، تقدروا كده وانتوا قاعدين كده كده على الفيسبوك ادخلي على الصفحه واطلبي عرض الحوارق النهارده سواء على الفيسبوك او الارقام او خدمه الواتساب. هتلاقوا فريق طبي على اعلى مستوى بيرد عليكم يا جماعه وبياخد بايدكم لغايه بر الامان. النهارده العرض بتاعنا اول مره ريم نازله بيه، سواء الكبسوله الذكيه اللي هي عارفه هي بتعمل ايه دي اول مره تنزل معانا، او حتى بوكس الثلاث شهور برده اول مره ينزل معانا. الشهر الثالث كله حوارق اللي هو الجسم هيتخلص من كل الدهون المخزنه بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله، ولما تنزلوا في الوزن كمان جسمكم بيتظبط اللي هي عمليه النحت الطبيعيه. مظبوط. احنا الكبسوله فيها تقنيه البي بي سي والميزوثيرابي اللي بتكسر الخلايا الدهنيه وبتعيد ترتيبها وهيكلتها. يعني انا عندي الكبسوله من كتر ما هي ذكيه بتنزل على اماكن الدهون العاليه تنحتها تماما وتقضي عليها. طب الاماكن اللي دهونها مظبوطه ما بتجيش جنبها تماما. طب الاماكن اللي فيها دهون متوسطه يا شيفهالة ترتبها لي وتعمل لي الكيرفي شيب اللي كل البنات بتحبه وعايزه توصل له. يعني ايه كيرفي شيب؟ يعني جسمي يبقى منحوت ومرسوم. النحت اللي هي عمليه النحت يعني. بالزبط. تعالي ناخد رانيا على التليفون. يا رانيا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ يا رانيا عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ريحه الاكل بتاعك جايه لغايه هنا. بس انا قاعده متعذبه. اتفضلي معانا يا رانيا. اكلم دكتور ريم؟ اتفضلي، هي معاكي، اتفضلي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. بس يا دكتور انا جسمي كويس جدا الحمد لله، بس انا عندي من الولاده بطن رهيبه. تمام. بطن رهيبه والجسم كله مظبوط. مفيش مشكله الازليه طبعا. طيب قولي لي منطقه البطن عاليه زياده عن اللزوم؟
بصي هي يعني انا لما بعمل يعني بظبط الدنيا في كورسات او اكل او كده الجسم بيتظبط، لكن هي عنيده جدا مش بترضى تنزل. اه ده هي عنيده يعني هي عندها جسمها مظبوط بس مش قوي، بس هي منطقه البطن ما بتنزلش، مش راضيه تنزل خالص. معي جربتي انظمه كتير قبل كده وجربتي حاجات ما بتنزلش خالص صح؟ ما تقوليش تمارين لاني مش فيا حيل خالص. لا ما تقوليش تمارين. ايوه صح يا ريم يعني ايوه انا مش هقول لك تمارين. اه طبعا معاهم حق والله. طيب بصي اقفلي واسمعي ريم دلوقتي هتجاوبك، بس نصيحه ليكي ولكل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، اتصلوا دلوقتي على ارقام التليفونات حتى لو انت بتسالي في اي سؤال، اتصلي بيهم واساليهم السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي وهم هيجاوبوا عليك. ما شاء الله فريق طب يا جماعه على اعلى مستوى، كمان مش بيتعاملوا معاكم كدكتور ومريض، لا خالص الموضوع مش كده خالص يعني. ده حقيقي. طيب احنا عندنا مشكله البطن ما بتنزلش يا جماعه، احنا الكوش بتاعنا النهارده زي ما قلنا تقنياته عاليه جدا، بينحت اماكن تمركز دون حتى العنيده حتى السمنه الوراثيه، يعني انا لو عندي منطقه زي بطن ارداف اجناب مزدوجه اي مناطق بروز في الظهر دقن مزدوجه اللي هي اللغديه شفاله كل ده النهارده الكبسوله بتاعتي بتنزل تنحته بتقنيات عاليه جدا. يعني هي دلوقتي قالت لي ما تقوليش العب رياضه، حقك انك ما تلعبيش رياضه لان اولا لا في وقت ولا كمان مريض السمنة بقى ينفع يعمل. مش هي بس يعني بتالي كلنا بالزبط. اي حد بيعاني من السمنه ويروح للدكتور يقول له العب رياضه، طب ازاي ده انا بالزبط. ده انا اغلبيه وقتي قاعد في مكاني او قاعده في مكاني ما بتحركش بالزبط. طب بتقولوا لي العب رياضه زي، وبعدين خطر كمان على المفاصل بالزبط. يأذي المفاصل بالزبط. مش كده، واي دكتور عظام هتروحي له هيقول لك خسي الاول علشان خاطر تبقي كويسه. طيب كل ده النهارده بقى عمليه بسيطه جدا، ان انا اخس 36 كيلو في فتره شهرين ما بقتش حاجه صعبه اشوفها لك. انا النهارده باخد بوكس علاجي مرخص بوزاره صحه مصريه، بيسد شهيه بيعلي الحرق وبينحت اماكن تمركز الدهون اللي ممكن كتير جدا بتبقى موجوده في الرجل فبتحمل على المفاصل ما نبقاش قادرين نتحرك، والاماكن دي بتبقى متعبه جدا لوالدتي اللي عندها 65 سنه ولا 70 سنه ربنا يديهم الصحه جميعا يا رب. فانا النهارده بقول لك خدي لها البوكس انقذيها، خدي البوكس يا استاذه نهال، كانت معانا استاذه نهال صح كده؟ رانيا. اوكي خدي البوكس يا استاذه رانيا النهارده هيفرق معاكي جدا، الكوش بتاع النهارده هينزلك المنطقه دي تماما ويقضي لك عليها. كمان انا الميزه اللي عندي الفريق الطبي، انا بتابع معاكي من اول يوم لحد اخر يوم في الثلاث شهور بتوع النهارده مجانا تماما بدون اي قيمه ماديه، بلس ان انا كمان عامله لك الشحن مجانا، يعني الكورس هيجي لك لحد البيت بخصم 60% بالست هدايا اللي عليه من غير ما تعملي اي مجهود، وانت معاكي دكتور على التليفون طول الوقت عايزه تسالي اي سؤال بتتصلي تساليهم، وكل حاجه هتبقى مناسبه مع اي حاله صحيه لان كل حاجه فيها فيتامينز والياف طبيعيه واعشاب ما فيهاش اي كيميكال. طيب نقول تاني البوكس، بوكس الحوارق يا جماعه، الحوارق اللي هو مليان حوارق اللي هو مناسب جدا جدا للشتاء ودخله الشتاء. هنعرف دلوقتي من ريم مكوناته كلها ايه تاني على بعضها. الكوش بتاع النهارده كبسولات ونقط واعشاب الكبسوله السحريه اللي اتكلمنا عنها، خمس حاجات بتعمل خمس حاجات للجسم، سد شهيه وتعليه معدل حرق ونحت قوام وتعليه اي نقص فيتامين موجود في الجسم، وكمان تثبيت وزن بعد نزوله. الكورس الاولاني ده بينزلني 18 كيلو وده عليه خصم 60%. عليه تاني كورس كبسولات ونقط واعشاب، دول مجانا تماما وعليهم حقنتين للحرق والقهوه الخضراء. طيب انا حطيت الحقنتين للحرق والقهوه الخضراء ليه؟ عشان مشكله استاذه رانيا تحديدا ان كان في مشكله ان منطقه البطن ما بتنزلش. منطقه البطن بتنزل بحقنه الحرق مع الكبسوله ازاي؟ انا كل اسبوع بنزل من 3 ل 5 سنتي مقاس، فانا عملت عمليه نحت بالكبسوله وعملت عمليه نحت كمان بحقنه الحرق. طب انا بخاف من الحقنه، نص كوبايه ميه حط عليها الحقنه واشربها، سهلنا عليك الدنيا خالص. ولا تقولي لي شكه الابره ولا بالزبط. ولا اي حاجه خالص بالظبط. وجبت لك النهارده كمان القهوه الخضراء، علشان القهوه بتخلي امتصاص الجسم للكربوهيدرات وللسكريات اقل بنسبه 85%. يعني اقدر اكل رز عادي، اقدر اكل عيش عادي، اقدر اكل حلويات عادي، وهي هتمتص من الجسم بس 15%. ال 85% الباقيين هي مش شايفاهم تماما. طيب. وعلت لك معدل الحرق كمان. اللي خدوا بقى العرض بتاعنا النهارده او بوكس الحوارق النهارده، تعالوا نشوف كده صور قبل وبعد يلا. ونشجع بعض كده وناخد القرار زي ما حبيبنا خدوا القرار وغيروا حياتهم تماما يا ريم. بصي كده، بصي التغيير الحياه تماما باين. بصوا طبعا احنا يعني كان عندنا مشكله كبيره، بصي ازاي مختلفه تماما. كان عندنا مشكله كبيره جدا، منطقه البطن والثدي كل اماكن الجزء بتاع البطن والثدي ده في دهون عنيده جدا وقويه جدا، منطقه الرجل فيها برضو دهون بس مش عنيده زي منطقه البطن والثدي.
كل ده احنا قضينا عليه في خلال فتره الثلاث شهور بتاعت النهارده. احنا نازلين 45 كيلو يا شفالة في خلال وقت ثلاث شهور, يعني احنا نازلين وزن كبير جدا, الشكل اختلف جدا, جداً. وكمان المقاس بقى اتغيرت, المقاسات قالت لي انا مش ما بقتش اضيق, انا بقيت اشتري, يعني بقيت اضيق الهدوم خلاص. كان نفسها فيه بقى والموديلات الجميله اللي كان نفسها تلبسها. وحاجه تانية كمان احنا شايفين عمليه التخسيس فيها نحت اهي, يعني اهي بصوا يا جماعه الصوره قدامكم اهي, يعني شايفين ما شاء الله, يعني لا اتغيرت تماما. وعايزه اقول لك يا شفالة كمان ان لو في ترهلات هتبان, علشان هي لابسه حاجه ضيقه عليها فالترهل يبان, لكن هو مفيش ترهلات. بمعنى ده ان الكبسوله نحتت تماما وشدت الترهلات, اي حاجه بتعاني منها بعد التخسيس مش هتلاقيها تماما, باينه جدا. كمان كان عندنا غدة درقية فما كانش فيه حر, وكمان كان عندنا مقاومة أنسولين كمان, ونزلت بالطريقة دي يا ريم 45 كيلو ما شاء الله, ما شاء الله عليها, اختلفت تماما. في صور تاني, يلا يلا. اه بصي بقى لا الفرق رهيب ان شاء الله, يعني منطقه البطن بتضايق الرجاله كلها والستات. بس احنا كان عندنا مشكله اني انا مش هنزل, انا عارف انا جربت كل حاجه وما بنزلش في الوزن, ولو نزلت بنزل وزني كله بس بطني ما بتنزلش, فبتبقى شكلها اوفر زياده عن اللزوم عن بقيه جسمي لان جسمي كله متناسق. طيب اوكي خلينا نجرب ناخد خطوه, خدنا الخطوه مع بعض ودي النتيجة, منطقة البطن شبه ما بقتش موجودة وهو لسه مكمل. دي نتيجة يعني مبهرة بجد, يعني ما شاء الله على الفرق, يعني كان بطن وتسدي وكل ده احنا قضينا عليه 40 كيلو برضو في خلال فترة شهرين ونص, ما شاء الله وزن كبير قوي. طبعا طبعا. وظبطنا كمان معدل الحرق علشان نفضل بنخس بأمان, لان هو عايز يكمل, عايز يوصل لل 70 كيلو. طيب السؤال بقى على الصورة دي, هل ال 40 كيلو اللي هو نزلهم في الشهرين ونص قصادهم اتعذب قد ايه, حرمان واتحرم من الاكل ولعب رياضه عمل كده سنين عمره كلها اللي فاتت, جه عندنا ما اتحرمش ابدا من الاكل وما لعبش رياضه الحمد لله, لان انا بديلك بديل الجيم اللي هو النقط والاعشاب, وكمان النهارده قهوه خضراء وحقن, فانا مديالك النهارده بدايل الرياضه بقالي ساعتين تمرين كاملين. يعني يا ريم معقوله عايزه تقولي لي في الشهرين ونص نزل 40 كيلو وفي نفس الوقت يومه العادي وحياته العاديه زي ما هو, زي ما هي عادي جدا زي ما هو, مفيش اي حاجه اتغيرت, كل ده بياكل كل اللي نفسه فيه. هي دي بقى الميزه, ان احنا سهلنا الدنيا وبسطناها, انك تاكلي لنفسك فيه وتنزلي في الوزن, الوزن الكبير قوي ده اللي هو 18 كيلو في الشهر بدون قيود ومن غير ما تلعبي رياضه. اصلا انا بقول لك العبي رياضه طبعا في الطبيعي, لان الرياضه الناس كلها لازم تلعب رياضه, بس ما عنديش وقت, عندي مشكله في العظام, كبيره في السن, مش هينفع العب رياضه. تعالي نشوف صوره كمان, يلا يلا. بصي لابسين ترك فاتح واقفه بالجنب كمان, يعني وعاملين حركات علشان خاطر الجسم اختلف تماما, وهي طبعاً. الدهون العنيده اللي بتضايق كل الناس, نفس المنطقه, بطن وارداف واجناب موازيه للارداف, وباينه قوي في الصوره الاولانيه الاجناب الموازيه للارداف. هي اختلفت تماما يا ريم, اختلفت جسمها اختلف تماما يا جماعه زي ما انتم شايفين, اترسم يعني ما شاء الله عليها. بصي الفرق عامل ازاي, يعني واضح جدا. كمان انا بتيجي تقول لي انا نفسي البس حاجه عليها حزام, ما اقدرش البس, او لا تعالي نعمل وسط, انا ما عنديش مشكله, تعالي ننحت الجسم. يعني يا دكتوره في حاجه هتخليني انحت جسمي؟ طبعا. النهارده الكوست بتاعك ده بيغير الجسم تماما بالصوره اللي انت شايفاها دلوقتي يا شفاهلة, يعني قضينا على اماكن تمركز الدهون, وكمان بقينا نلبس فاتح براحتنا, ما حرمناش نفسنا من الاكل, وفي نفس الوقت بعد ما بتنزلي في الوزن ما بترجعيش تزيدي ابدا, مستحيل, لان زي ما قلنا احنا قضينا على الخلايا الدهنيه الام وصغرنا حجم المعده اللي انا كبرته على مدار السنين اللي فاتت دي كلها, انا رجعته لك بدل ما كان قد البرتقانه رجعته لك قد الليمونه حجم المعده, تاكلي فيه لنفسك فيه بس اقل بنسبه 85%. يعني النتائج ما شاء الله يا جماعه اللي احنا شايفينها في الصور دي كلها, معقوله في خلال 3 شهور يا ريم انا بتحول من بني ادم لبني ادم تاني, وكمان ايه, مش يعني مش مجرد تخسيس وبس, ده انتوا شايفين كمان الجسم اختلف تماما ما شاء الله عليها. تعالي ناخد ندى على التليفون. يلا يا ندى, اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا ندى, عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. كنت عاوزه اسال الدكتور, وانا عندي والدتي سنها كبير من حوالي 65 او 70, مريضه سكر بس ما بتتحركش خالص, عندها جلطه سكر. الف سلامه عليها, ربنا يخليها لك. سلامه ربنا يخليها لك يا حبيبتي. ربنا يخليها. هل الكورس ينفع لها؟ يعني ممكن يبقى معايا نتيجه؟ كنا بنقول دلوقتي الكورس مناسب لكل الحالات الصحيه ولكل المراحل العمريه من سن البلوغ لسن 75 سنه. حتى يعني هي ما بتتحركش, هي قاعده في مكانها ما بتتحركش. سنها قد ايه يا حبيبتي؟ 65.
طيب بصي يا ندى اقفلي وريم هتجاوبك دلوقتي وهتقول لك الكرسي يناسبها ولا لا. طبعا هي قلقانه دي والدتها طبعا فقلقانه طبعا احنا لينا غيرهم نخاف عليه طبعا يعني هي سنها كبير وهي ما بتتحركش وكمان عندها سكر. نطمنها ونقول لها ان الكوس مرخص وزاره الصحه المصريه مفيش اي مشكله. احنا كمان الكوس بتاعنا كل حاله صحيه يشفيها لها وكل مرحله عمريه ليها كورس مناسب ليها. يعني انا عندي سكر غير اللي عنده ضغط غير اللي عنده مقاومه انسولين كل حد ليه الكورس المناسب ليه. طيب الكورس معمول من ايه؟ من الياف واعشاب طبيعيه وكلها فيتامينز وفواكه استوائيه حارقه. انا مديالك حاجه تسد الشهيه بس هي فاكهه اولا واخيرا، هي اعشاب اولا واخيرا، ملهاش اي سايد افكت. يعني مش هيحصل لها بعد ما تاخد الكبسوله مثلا دوخه او يغمى عليها او تبقى مش قادره تتحرك او تخس وشكلها يبقى بيل شكلها يبقى عيان. لا، النهارده الكوس بتاعك مليان فيتامين فهيخليها تخس بصحتها وكمان مش هيعمل لها اي اثار جانبيه لانه مرخص وزاره الصحه المصريه. حلو جدا، ده كده اجابه اهم سؤال عندنا، هل هو ممكن يتعارض مع اي امراض، الامراض المزمنه او اصحاب الامراض المزمنه اللي بياخدوا ادويه على مدار اليوم مثلا، الكورس ما لا يتعارض معهم لان هو ببساطه هو اعشاب والياف طبيعيه 100% وبنسب بس بنسب مدروسه. بالظبط، بنسب مدروسه كويس جدا علشان خاطر تعمل لك سد الشهيه المطلوب اللي هينزل لنا الوزن الكبير قوي ده في فتره الشهر. يعني هننزل 18 كيلو اول شهر و18 كيلو ثاني شهر وببوكس الحوارق هننزل 8 كمان، فهننزل على الشهرين الاولانيين بس 36 كيلو، معاكي كمان 8 كيلو يعني 44 كيلو. للناس اللي وزنها فوق ال 100 تتصل فورا للبوكس بتاع النهارده ده مش هيتكرر ثاني. 3 شهور نحت وتعليه معدل حرق وتكتيت خلايا دهنيه وسد شهيه، باكل كل اللي انا عايزاه بس الكبسوله اللي بتسيطر لي على الشهيه. مش بطلب منك انك تحرمي نفسك من حاجه، انا بطلب منك تاخدي الكبسوله بس بانتظام. يعني ايه بانتظام؟ يعني فريق طبي كامل على اعلى مستوى على التليفون. اخد الكبسوله امتى؟ انسقها بمناسبه التليفون بقى. هنتصل يا جماعه على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، ويلا بسرعه دلوقتي علشان الكميه محدوده. ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، نفس الارقام دي عليها خدمه الواتساب، يعني تقدري تدخلي على الواتساب برده تطلبي النهارده عرض الحوارق او بوكس الحوارق. بالزبط. النهارده وكمان صفحه الفيسبوك اهي قدامكم، تقدري تدخلي تسيبي كومنت او تدخلي على رسائل الصفحه تطلبي برده بوكس الحوارق. النهارده مهم جدا جدا ندخل الشتاء مع بعض كده واحنا مطمنين، اكل كل اللي انا عايزاه، مشروبات الشتاء اللي كلها بتتعمل بسكر طول ما احنا قاعدين وخصوصا من المغرب بقى كده لطول الليل. اعملوا لنا حاجه سخنه، اعملوا لنا حاجه سخنه. مزبوط. كل المشروبات بتاعه الشتاء واكلات الشتاء والحلويات بتاعه الشتاء كلها حاجات قويه دسمه محتاجه فعلا ان الجسم يفضل يحرق على طول. النهارده ريم مقدمه لنا بوكس الحوارق سهل جدا جدا، البوكس مدته 3 شهور انتم متخيلين، معاه كمان امبولات الحرق والقهوه الخضراء وكمان الكورس عليه كورس تاني هديه، 6 هدايا النهارده جايين مع الكورس الاساسي، الشحن مجانا لغايه باب البيت وكمان متابعه مجانيه لمده الكورس كله لغايه ما يخلص ان شاء الله. يعني انا شايفه الموضوع سهل جدا جدا، انت شفتوا حبايبنا وصور حبايبنا خسوا في الثلاث شهور، شفتوا شكلهم اتغير ازاي، ومع ذلك في المده دي ما اتحرموش من حاجه وما فيش اي قيود عليهم. تعرفين على طول اللي بيأمرنا بحاجه هي دي اللي نفسنا بتروح لها. صح. هي دي اللي بنعمل صح. ده تحديدا ده بيحصل. احنا خلاص قالك ما تاكليش عيش، فهو انا التارجت بالنسبه لي دلوقتي اني اكل عيش. الدكتور قالك ما تاكليش رز او قالك كلي معلقتين رز، فانا ممكن كبشه الرز دي مش معلقه يا جماعه، المعلقه العاديه اللي احنا بنبقى عايزين تاكليها. فانا النهارده بقول لك لا، كلي اللي نفسك فيه والكبسوله اللي هتقضي لي على ده. انا مش عايزه شيف هلا، انا مش عايزه امنع حد من حاجه، وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اقول لك بطلي اكل علشان انت بتحبي الاكل، لان دايما مرضى السمنه بيبقى الموضوع معاهم عاطفي جدا. فانا النهارده جايه بقول لك اهو كل اللي انت عايزاه، الكبسوله اللي هتخليكي 85% من معدتك شبه مش موجود لانه مليان بالالياف الطبيعيه بتاعتك، فاصبح بتاكلي الرز ده يعني كاننا بنعمل عمليه تكميم طبيعيه. مظبوط، طبيعيه 100%. مظبوط، باعشاب والياف طبيعيه 100%. مظبوط. وكمان انت بتعملي نحت فور دي، مش بس بتعملي تكميم طبيعي، انت بتعملي عمليتين جراحيتين من غير اي جراحه ومن غير اي مشرط ومن غير التكلفه العاليه الكبيره قوي بتاعتهم دي، ببوكس علاجي وبخصم 60% وبستة هدايا. يعني ايه تاني؟ نقول لهم تاني بقى بسرعه عشان نحن نتصل يا جماعه على ارقام التليفونات. يلا بينا. كورس كبسولات ونقط واعشاب ده 18 كيلو في الشهر، كافيين معايا الشهر بننزل 18 كيلو بخصم 60%، وعليهم تاني كبسولات ونقط واعشاب بنفس الخصائص، سد شهيه وتعليه معدلات حرق ونحت قوام وكمان تثبيت الوزن بعد نزوله، وعليهم تاني النهارده حقنتين للحرق وقهوه خضراء. اصبح معاكي بوكس النهارده يكفيكي 3 شهور، الشهر بننزل فيه 18 كيلو وشهر الحوارق بننزل فيه 8
كيلو، يعني انا هنزل في الشهرين الاولانيين 36 كيلو و8 كمان ببوكس الحوارق. حلو جدا، زي ما شفنا الصور كده يعني احنا في خلال الكام شهر دول كاننا بقينا بني ادمين جداد. يعني انا عملت لنفسي اولا صحه، اولا يعني يعني خدت بالي من صحتي ونزلت الدهون، نزلت كل الدهون اللي هي مخلياني عرضه لامراض طبعا. تاني حاجه بقى تيجي بقى الشكل الحلو بقى والتنسيق والنحت بتاع الجسم، كل ده في خلال اللبس اللي ما كناش عارفين نلبسه بنلبسه، والتنمر اللي كنا بنسمعه ما بقيناش نسمعه، والصور اللي ما كناش بنعرف نتصورها بقينا نتصورها. كل حاجه النهارده هتعمليها هتغيري حياتك تماما. اشكرك يا ريم، نورتيني يا حبيبتي. تسلمي لي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. والسلام عليكم. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس.